بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى جريدة أصوات الغراء وللطاقم العامل، طاقم الصحفي العامل بها. المناسبة مناسبة جميلة اللي هي تتجسد في الاحتفاء المخصص لمعلمة ولأحد أعلام ورموز الأغنية العصرية بالمغرب، ألا ويتعلق الأمر بالفنان الكبير والأكاديمي في نفس الوقت والملحن والشاعر نعمان الحلو. نعمان الحلو حقيقة أن هذه الالتفاتة اللي جات من قبل جمعية الأطلس مشكورة مع كامل الامتنان برئاسة الأستاذ محمد الكنيديري، واللي هي في إطار الدورة الحالية للفنون الشعبية. فالجمهور حقيقة اللي كانت القاعة غاصة بالجمهور اللي لبى هذا الطلب وجسد بذلك أن الفن الأصيل الفن الرائد مازال عنده الجمهور ديالو. فالقاعة ديال قصر المؤتمرات احتضنت هذه الليلة 6 يوليو 2024 هذه الاحتفالية الكبرى اللي تخللها حفل تكريم للأستاذ نعمان الحلو. خصوصية العلاقة بيني وبين الأستاذ نعمان الحلو أنه ترجع إلى حوالي ربع قرن 25 سنة، أي في منتصف الثمانينات فقط بعد عودته إلى أرض الوطن من أمريكا ومن القاهرة. فجمعتنا الفرصة في مناسبة بمدينة طنجة، وكنت آنذاك أشتغل لحساب محطة ميدي آن كصحفي متخصص في الأخبار. هذه الفرصة هذه الجلسة هي اللي تمخض عليها هذا التعاون اللي تجسد في أغنية بلادي يا زين البلدان. بلادي يا زين البلدان حققت واحد الانتشار أفقي وعمودي، وفتحت الفنان نعمان واحد المجموعة من الأفق. وشخصيا أنا قبل من نعمان غنى لي يا رب لها الدكاري العميد، الله يزيد في عمره، بهيجة إدريس كذلك، محمود الإدريسي، محسن جمال، كاع الناس غناو لي. ولكن الخصوصية ديال العلاقة عندي مع نعمان أن نعمان لا يفوت أي فرصة بدون أن يذكر سخلي هذا في الوقت اللي أنا غادرت التراب الوطن وقضيت واحد 28 سنة في إيطاليا. لكن نعمان مع اشتهرت الأغنية كثير جدا، فنعمان إلى حد بعيد عرف باسم محمد سقلي، ليس كصحفي مخضرم، ليس كمذيع مع الإذاعة ومع ميديا، وإنما كشاعر وكصاحب نصوص غنائية. فأنا كنجدد له الشكر. وشاهدتي أنا مجروحة نعمان هو عنده مشروع، عنده رؤية، واستطاع أنه يحقق واحد الجانب كبير من هذا المشروع هذا، لان عنده لا تيماتيك ديالو غير مسبوقه، ما عند حتى شي مطرب في تاريخ الاغنيه العصريه في المغرب انه تغنى على الماء، تغنى على الاطفال اللي عندهم توحد، تغنى على قوارب الماء، تغنى على الجفاف، تغنى على اشياء كثيره جدا. وهو دائما في كل اللقاءات ديالو يكاد يلح ويؤكد انه الانطلاقه الحقيقيه للاغنيه هي اغنيه اللي تستند الى نص جيد. كنت عارف استاذ بانه نعمان الحلو غادي يقدمك للجماهير المراكشيه بخصوص انه انت صاحب اغنيه ديال بلادي زيد البند؟ هذه عندي عليها جوج الاجابات. لما قال لي راه غتكون سهره قلت مبروك وهذه فرصه باش نتلاقاو، فاذا به في نفس المكالمات يقول لي سي محمد، قلت له نعم، قال لي راه السهره غتكون قصر المؤتمرات وانت معزوم، انت من المعازيم ديالي، من الناس اللي معروضين في الليست ديالي، وراه غادي يكون تكريم، وخلال التكريم راه غادي نقدمك انايا لان المناسبه تشرط، انت صاحب الاغنيه اللي حققت بها شهره على المستوى الوطني اللي هي بلادي يا زين البلدان، وانت صاحب اغنيه مراكشية بهجت الايام. وانا كنت على يعني اخبرني هو وعلمني مسبقا حتى هي نوضب شويه افكاري، وان كان هذا الشيء كله كان تلقائي وكان عفوي. اخوان الاخوات السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بعدك نشكر قناه اصوات على الاستضافه، وش غادي نقول لكم اليوم عشنا انا اول
اول مره كمهاجر مغربي وكمنظم حفلات الديال الاوروبيه وخاصه في بروكسل. كنحضر كان لي الشرف نحضر من بارح هذا المهرجان ديال الفنون الشعبيه، واليوم حضرت لهذا العرس الفني الكبير اللي حياه الفنان الكبير والموسيقى الكبير ديالنا سي نعمان الحلو. تبارك الله شفت جمهور حاضر بكثافه، وشفنا سوتو سي نعمان من خلال الاغاني ديالو زار بينا المغرب وجلب بينا المغرب، وحق العظيم الحمد لله تشوفك صراحه. وكان كنشكر كاع المنظمين اللي قاموا بواحد العمل واش غادي نقول لك استثنائي ومحنك اللي قدموا لنا هاد السهره اللي تسوى البارح ولا اليوم. وصراحه كنقول مزيه جيت، كان هذا كنت غادي نمنع واحد حسيت اللحظه فاش قال لك بانه السي نعمان الحلو بيدير بها رجل على ما نظن التكريم ديال السي نعمان الحلو هذاك راه بديهيه، هذاك خصو كل ماشي كل عام يتكرم كل شهر، باسكو السي نعمان الحلو هو من الفنانين الكبار اللي محافظين على التراث ديالنا الحمد لله. وانا ما نكذبش عليكم كنت كان خصني نمشي البارح، مي بقيت اصلا على السي نعمان الحلو باسكو حصل لي الشرف تعاملت معه بلجيكا وتكرمت انا بلجيكا. وهاد القضيه نتاع التكريم بغيت نقولها، ما نتسناوش حتى بنادم الله يحفظه يموت ولا يمرض غادي نكرموه، كرمونا ما حد حيين ما حد فايقين ما حد واعيين. وشكرا انتم كصحافه اللي غطيتوا هذا الحدث الكبير. واش غادي نقول لكم، وحنا سعيدين فخورين باسكو حنا كجاليه راه حنا كاين هذاك التشبت المغربي ديالنا، راه هذاك هو اللي كيخلينا شويه نتنفسوا شويه نعيشوا باش نجيو بلادنا الحبيب. شكرا لمدينه مراكش على هذا التكريم الرائع، شكرا لكل من شارك في هذا النجاح هذه الدوره هذه، ونتمنى ان شاء الله المزيد من التالق لهذا المهرجان. وشكرا بما انك الزوجه ديال مدينه مراكش ديال السي نعمان الحلو الاستاذ الكبير والاكاديمي، شنو بتقولي للجماهير المراكشويه بخصوص هذا التكريم هذا؟ نقول لهم شكرا على الترحاب ديالكم وشكرا على هذا التكريم، وهذا ماشي هذا الناس د مراكش معروفين بالترحاب ديالهم ومعروفين بالكرم ديالهم، دونك هذه ماشي شي حاجه غريبه عند الناس د مراكش. شكرا. غير اللي بغيت نقول قالوها قبيلات ورأى كل رجل عادي امرأة، ولالة فاطمة الزهراء راه حتى هي من جنود الخفاء، راه كيعرف باش يكون فنان ناجح في حياته ولا أي شخص ناجح في حياته ورجلته، إلا ما كانش مورا شي امرأة اللي وقفيتو ما غادي يكون له. شكرا لالة فاطمة الزهراء، قدمتوا لنا سهرة عظيمة. شكرا بارك الله. شوفوا التكريم تبارك الله. شكرا. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.